أقامت روسيا عرضا عسكريا ضخما في ساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى 71 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. شارك أكثر من 10,000 من الجنود الروس و135 قطعة من المعدات العسكرية و71 طائرة في العرض. وعبر ممثلون من الأفواج والإدارات العسكرية المختلفة الساحة الحمراء، وشارك نحو 400,000 شخص في مسيرة الفوج الخالد، حاملين صور أقاربهم الذين ضحوا بحياتهم في الحرب العالمية الثانية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام التشكيلات على أهمية هزيمة النازيين، كما تحدث عن ضرورة محاربة الإرهاب العالمي والتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. التاريخ يعلمنا أن السلام على هذا الكوكب لا يمكن أن ينشأ في حديثته. علينا أن نكون حذرين من أن ازدواجية المعايير والتساهل قصير النظر مع أولئك الذين ينفذون مخططات إجرامية جديدة غير مقبولة. تواجه حضارتنا الحالية أعمال عنف مرة أخرى، وقد شكل الإرهاب تهديدا عالميا. يجب علينا الفوز على هذا الشر، وروسيا مفتوحة لتضافر الجهود مع الدول الأخرى، ونحن على استعداد للعمل مع نظام حديث وبدون حواجز للأمن الدولي.